هايدي موسى تخطف الأنظار في فعاليات موسم الرياض. تعرفوا معنا على التفاصيل. قبل أيام أحيت الفنانة هايدي موسى حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وظهرت هايدي موسى بجامب سود أزرق مع أكمام طويلة واسعة أظهر رشاقتها، وكللت هايدي موسى إطلالتها بمكياج ناعم لعينها مع لون أحمر الشفاء هادئ، تاركة شعرها ينسدل مموجاً على كتفها، والجامب سود من تصميم منوالي، والمكياج بأنامل خبيرة التجميل ريهام لمعيي. وظهرت الفنانة هايدي موسى في العرض الفني ضمن فعاليات حفل طريق الكباش المقام حالياً بمدينة الأقصر. ظهرت هايدي بإطلالة ملكية مبهرة بالزي الفرعوني، مرتدية فستاناً باللون الذهبي بصيحة الكاب والكشاكش، وتوجت الإطلالة بتاج ملكي باللون الذهبي وفصوص بنفس اللون على شكل حزام عند منطقة الخصر، وتصدر حينها اسم هايدي موسى لترند على موقع تويتر وعلى محرك البحث جوجل بعد مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش، حيث قامت هايدي بغناء أنشودة حتشبسوت الخاصة بالحدث التاريخي. وهايدي موسى مغنية وممثلة كانت بدايتها الفنية منذ صغرها، وشاركت في برنامج أرب آيدل، ثم شاركت في برنامج ستار أكاديمي ووصلت إلى المراحل النهائية. وفي المجال الدرامي شاركت في مسلسل أعلى سعر عام 2017، وهايدي لها عدد من الأغاني منها بالا مواضيع، مش حب عادي، ابني تراجل، كما أصدرت ألبوم حنية الدنيا عام 2018، وتم اختيارها ضمن قائمة أجمل 100 امرأة في العالم حسب موقع توب بيوتي وورد، ونالت جائزة أفضل مطربة شابة في الديركيست عام 2018، وجائزة الميما كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016.